الخطوة اللي بعد كده محتاج يكون عندي ميثود جوه الاوث سيرفيس تكون مسؤولة عن انها تجنريت الريفريش توكن نفسه. طبعا تقدر تستخدم اي لوجيك يريحك في انك تجنريت راندوم سترينج يستخدم كريفريش توكن. انا شخصيا هستخدم ابسط طريقة ممكنة في اني اجنريت الريفريش توكن ده، بحيث الموضوع بالنسبة لك برضو يكون بسيط، ولكن ليك مطلق الحرية في انك تجنريت التوكن ده بالشكل اللي يرضيك. هاجي هنا في النهاية جوه طبعا الاوث سيرفيس نفسها، في الاخر خالص هاجي هنا هقول له برايفت لاني مش هستخدمها بره الكلاس ده تماما. ريفريش توكن هي هترتيرن ريفريش توكن، وهسميها جنريت ريفريش توكن، مش محتاج هنا اي بارامترز. وبعد كده هبتدي هنا اضيف البادي بتاعي. طيب اول حاجه هعملها هقول له فار، انا محتاج فاريبل هسميه راندوم نمبر. راندوم نمبر ده هيكوال نيو بايت اري 32. بعد كده هاجي هنا اقول له يوزنج فار جنريتور، وده هيكوال نيو ار ان جي كريبتو سيرفيس بروفايدر. ولو ضغطت هنا كنترول دوت هتلاحظ ان هو بيقترح عليك انك تغير النوع ل ار اس اي كريبتو سيرفيس بروفايدر. انا مش محتاج اغير النوع ده، ولكن محتاج استخدم اليوزنج اللي هو موضحها لي هنا، فهكتبها انا بايديا. هطلع فوق خالص هنا وهقول له يوزنج سيستم دوت سيكيورتي دوت كريبتوغرافي. لو نزلت مره تانية تحت كده هتلاحظ ان الايرور بتاعك هنا اختفى. بعد كده هاجي هنا اقول له جنريتور دوت جيت بايتس اوف الراندوم نمبر، زي ما هو بيقترح عليا بالظبط ده اللي انا محتاج اكتبه، فهضغط تاب مرتين وهو هيكمل لي الكود. في النهايه خالص هعمل هنا ريتيرن لنيو ريفريش توكن، وهبتدي هنا اعمل له انيشاليزيشن. الفاليوز اللي انا محتاج اعمل لها انيشاليزيشن هم بالظبط 3. الفاليو الاولانيه هي التوكن نفسه، التوكن ده هيكوال كونفرت دوت تو بيز 64 سترينج، وهتاخد معاها الراندوم نمبر زي ما هو برضو كده بيقترح عليا بالظبط، فهضغط على تاب تاب مره ثانيه. بعد كده هنا هضيف الاكسبايرز اون، فهقول له الاكسبايرز اون بيكوال ديت تايم دوت يو تي سي ناو، ولكن بس محتاج ازود على النهارده عدد معين من الايام او الساعات زي ما انت تحب ان الريفريش توكن بتاعك يكون ليه مده زمنيه معينه حددها هنا. انا مثلا هقول له دوت اد دايز هضيف عليها 10 ايام، فبالتالي التوكن ده هيكسباير بعد 10 ايام من النهارده. بعد كده هاجي هنا اقول له كرييتد اون هت ايكوال ديت تايم دوت يو تي سي ناو، زي ما هو كده بيقترح عليا مش محتاج اعدل فيها اي تعديله. بعد كده لو طلعت فوق في نفس الكلاس كان في عندنا هنا ميثود اللي هي الميثود دي اللي كان اسمها جيت توكن اسينك، دي كانت مسؤوله عن ان هي تجنريت توكن لليوزر. وقبل ما نبتدي نتكلم ايه هي الجزئيه اللي احنا محتاجين نعدلها هنا، خلينا الاول نراجعها مره تانية سريعا. اولا هي كانت بتحتاج بارامتر نوعه توكن ريكويست موديل، وده اللي كان بيحتاج منك انك تبعت له الايميل والباسورد بتاع الاند يوزر علشان يبتدي يتشكهم هل هم صح ولا غلط. بعد كده كنا بنحتاج نكرييت فاريابل نوعه اوث موديل اللي هو اللي احنا لسه معدلين عليه في الفيديو اللي فات اللي زودنا فيه الجزئيتين دولت وعملنا كومنت للبروبرتي ديت، كنا بنكرييت هنا فاريابل نوعه اوث موديل علشان هو ده في النهايه اللي انا هعمل له ريتيرن. طيب بعد ما عملت الفاريابل ده كنا بنروح الاول نشوف هل في يوزر اصلا موجود عندنا في الداتابيز بالايميل اللي جاي لي مع البارامترز او اللي جاي لي في الموديل ده ولا لا، وده كان بيتم باستخدام اليوزر مانجر. وبعد كده كنا بنيجي هنا نقول له لو اليوزر نل فده معناه ان الايميل ده اصلا مش موجود جوه الداتابيز، او ان الباسورد بتاعته غلط باستخدام طبعا برضو اليوزر مانجر دوت تشيك باسورد اسينك، ودي بتحتاج اليوزر والباسورد بتاعه اللي هو جاي لنا برضه في الموديل. ولو هنا كانت فولسي او يعني كانت غلط الباسورد دي غلط، يعني لقى يوزر والباسورد بتاعته غلط، ففي الحالتين دولت ان اصلا ما فيش يوزر بالايميل ده او في يوزر بالايميل والباسورد بتاعته غلط، كنا بنريتيرن الاوث دوت مسج بنقول له الايميل اور باسورد از انكوركت، وبنريتيرن مباشره الاوث موديل اللي احنا كريتناه هنا. بعد كده لو الكود وصل للجزئيه دي فده معناها ان فعلا في يوزر عندي موجود بالايميل ده والباسورد بتاعته صحيحه، كنا بنبتدي
نجنريت جي دبليو تي توكن ونضيف معاه الكليمز ونبتدي بعد كده نريتيرن في النهايه خالص الاوث موديل بعد ما بقى معاه الايز اوثنتيكيتد بترو ومعاه التوكن بتاعه والايميل واليوزر نيم بتاع الباسورد والرولز وكل الداتا اللي احنا كنا اتكلمنا عنها برضو في البلاي ليست اللي فاتت. طيب ايه هي بقى التعديله اللي انا محتاج اعملها هنا؟ التعديله اللي انا محتاج اعملها هنا هي اني قبل الريتيرن دي ابتدي اتشيك هل الاند يوزر ده عنده اي ريفريش توكن لسه اكتف ولا لا. فهاجي هنا اقول له اف لو اليوزر دوت ريفريش توكنز دوت اني، بعدين هقول له هنا تي فور توكن جوز تو تي دوت از اكتف، هبتدي هنا انفذ البلوك اوف كود اللي انا هكتبه دلوقتي جوه الاف. طيب لو اليوزر ده عنده اي توكن ستيل اكتف محتاج اعمل ايه؟ اول حاجه محتاج ان انا اسلكت الريفريش توكن ده. طبيعي جدا ان احنا مش هيكون عندنا اكتر من ريفريش توكن اكتف، لازم كل مره بتجنريت توكن جديد ان القديم بيتعمل له دي اكتيفيشن. فهاجي هنا بمنتهى البساطه هقول له var active refresh token ده هي ايكوال اليوزر دوت ريفريش توكنز دوت فيرست اور ديفولت، وهاجي هنا كده اقول له t goes to t dot is active، وده معناه ان هو هيسلكت اول واحد، واحنا اصلا في حالتنا دي مش هيكون عندنا غير فعلا واحد بس. طيب بعد ما عملت سيلكشن للريفريش توكن اللي موجود لليوزر ده جوه الداتابيز ولازال الريفريش توكن ده اكتف، هل انا محتاج اجنريت نيو ريفريش توكن لنفس الاند يوزر ده؟ طبيعي جدا لا مش محتاج، لان هو اوريدي عنده في ريفريش توكن موجود عنده ولسه اكتف، وبالتالي كل اللي انا محتاجه هاجي هنا بس هقول له الاوث موديل دوت ريفريش توكن هي ايكوال الاكتف ريفريش توكن اللي احنا عملنا له سيلكشن في السطر اللي قبله دوت توكن، ونفس الكلام بالنسبه للاوث موديل دوت ريفريش توكن اكسبايريشن هتساوي الاكتف ريفريش توكن دوت اكسبايرز اون. وبالتالي يبقى انا هنا قلت له لو انت اليوزر اللي عمل لوج ان حاليا ده موجود ليه ريفريش توكن لازال اكتف، اعمل له سيلكشن في البدايه وبعدين اساين الفاليوز بتاعته على الاوث موديل اللي هيحصل له ريتيرن. طيب لو هو ما عندوش يبقى انا هنا هبتدي اكتب الالس، لو ما عندوش زي ما انت بالظبط متوقع يبقى انا هبتدي اجنريت نيو ريفريش توكن للاند يوزر ده علشان ابتدي اعمل له اساين على الاوث موديل قبل ما اعمل له ريتيرن. فهاجي هنا اقول له var refresh token ودي هتيكوال الميثود اللي احنا لسه عاملين لها كرييشن من لحظات اللي هي اسمها جنريت ريفريش توكن. وبالتالي يبقى انا هنا كده لو جيت وقفت هنا كده هلاحظ ان الفاريبل ده نوعه ريفريش توكن اللي هو الريتيرن تايب بتاع الميثود اللي اسمها جنريت ريفريش توكن. بعد كده بمنتهى البساطه نفس اللي عملناه هنا بالظبط هنعمله في الالس، هاخد دول كده كوبي وهاجي هنا اعمل بيست، ولكن كل الاختلاف ان انا هنا ما عنديش حاجه اسمها اكتف ريفريش توكن، انا عندي ريفريش توكن لان ده ريفريش توكن جديد، فهاخد ده كده كوبي اضيفه مكان ده ومكان ده. كده جميل جدا، يبقى انا الاوث موديل اللي هيحصل له ريتيرن راجع معاه ريفريش توكن وراجع معاه الاكسبيريشن بتاع الريفريش توكن. ناقصني خطوه اخيره هي اني اسيف الريفريش توكن ده جوه الداتابيز في التيبل الجديد اللي احنا كريتناه في الفيديو اللي فات. فهاجي هنا بمنتهى البساطه هقول له يوزر دوت ريفريش توكنز دوت اد ريفريش توكن زي ما هو بيقترح بالظبط، هضغط تاب هو هيكمل لي الكود. بعد ما عملت له اد هو كده مازال موجود في الميموري ما حصلوش سيف جوه الداتابيز، فباستخدام اليوزر مانجر هبتدي اعمل سيف. فهاجي هنا اقول له اويت اندرسكور يوزر مانجر دوت ابديت اسينك، وهدي له هنا اليوزر بعد ما حصل عليه ابديت اللي هو الابديت الوحيد في حالتنا دي ان احنا ضفنا له ريفريش توكن جديد. يبقى سريعا مرة تانية اللي عملناه في الجزئية دي ان انا رحت في البداية اتأكد من الداتابيز هل الاند يوزر اللي موجود حاليا اللي بيعمل لوج ان دلوقتي ده او اللي بعت لي ايميل صحيح وباسورد صحيحة هل لي اي ريفريش توكن مازال اكتف؟ لو ايوه لو ده حصل هسلكته هنا في الفاريابل ده وهاخد منه الفاليوز بتاعته اللي انا محتاجها اللي هي الريفريش توكن نفسه والاكسبيريشن ديت بتوعه واعمل لهم اساين على الاوث موديل اللي هيحصل له ريتيرن مره تانية مع الريسبونس. طيب لو ملوش هجنريت ريفريش توكن جديد واساين الفاليوز بتاعته برضو على الاوث موديل اللي هيحصل له ريتيرن، وفي النهايه محتاج في الجزئيه دي ان انا اعمل له سيف جوه الداتابيز باستخدام
اليوزر مانجر، لاني ضفته عن طريق اليوزر نفسه هنا، وبعد كده اكسست النافيجيشن بروبرتي اللي هي الليست، وعملت اد عادي جدا زي ما بتتعامل مع اي ليست تانية، وضفت جواها ريفرش توكن الجديد اللي حصل له كرييشن، وعملت ابديت على اليوزر، فبالتالي حصل سيف جوه الداتابيز، واشوفكم في الفيديو اللي جاي.